بهدف تريبيير يكسب الكرة هذه يا حبيبي نار طبعا دياغو سيميوس بلقب الدوري ورسميا بطل إسبانيا للمرة 11 في مشاهدينا الكرام دييغو سيميوني بطل إسبانيا الدرجة الثانية الإسبانية هذه هي المرة الثانية بعد 2014 في إسبانيا دييغو سيميوني يكسب لقب الدوري الكرة الإسبانية في برشلونة أو في الأتلتي هو رجل المباراة اليوم من أجل وبكاء كل لاعب في أتلتيكو مدريد من أجل الإتاحة بريال مدريد رحل ودار وتار لويس سواريز هو العظيم الكبير هدف غالي والنيران تحترق الآن في المظهر الخارجي لملعب خوسيه زوريك سيحتفل كل لاعب من أتلتيكو مدريد بهذا اللقب الصعب بارتس سوف أترككم مع هذه المشاهد شوف اليوز فعلها وأبكى لاعبي فريق بلد الوليد مارد والمواعيد الكروية كما عودناكم دائما وأبدا أتلتيكو لنذكره أنه ثلاث مرات لعب الدور النهائي لدور أبطال أوروبا